بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا مع المحاضرة التاسعة من دورة النبر في القرآن الكريم واستقامة الأداء القرآني. اليوم بإذن الله نحن على موعد مع القاعدة الأخيرة، قاعدة مفاعل. وأنا من بداية الدورة وأنا مبشر خيرا بهذه الثلة من المتدربات الرائعات، وذلك لأن الدورة كما تعلمنا وقف لروح المدربة القديرة فاطمة رحمها الله، فلذلك أشعر بأن هذه الدورة مختلفة للدورات السابقة، مختلفة بمدرباتها، مختلفة بمتدرباتها، مختلفة بالأداء الرائع في كل محاضراتها. فسنبدأ بالسؤال الذي يبين لنا من هي النجمة الأولى لهذا اللقاء، وهو سؤال في التحليل. من تستطيع أن تحلل لنا هذه الآية؟ أكيد هناك كثيرات أتقن التحليل الآن. طيب، نستمع إلى دينا. تفضلي يا دينا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. وإنك هتبقى وإن حركة حركة سكون تتابع أول الكلمة على صيغة فاعل بالنبر على حركة الهمزة من الكلمة والعين من الصيغة، وتلون حركة الهمزة باللون الأحمر، تبقى وإن فاعل وليست وإن فاعل. نك حركة حركة تتابع آخر الكلمة على صيغة فاعل بالنبر على حركة النون من الكلمة والفاء من الصيغة، وتلون حركة النون باللون الأحمر، بأنك فعل وليست نكا فعل، وإنك وليست وإنك. لعلى ثلاث حركات وساكن. شرك في تكوين تابع حرف معنى. على صيغة فعل، على صيغة فعل بالنبر على حركة العين من الكلمة والعين من الصيغة، تلون حركة العين باللون الأخضر، تبقى لعلى فعيل وليست لعلى فاعل، وليست لعلى وليست لعلى فاعل. خلق ثلاث حركات وساكن. تكونت منها الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة الخاء من الكلمة والفاء من الصيغة. اكتبي على أي صيغة؟ على خلق. على خلق تكونت منها الكلمة. نعم. على صيغة فعل. خلق. نعم، أحسنت. بالنبر على حركة الخاء من الكلمة والفاء من الصيغة، تلون حركة الخاء باللون الأخضر، تبقى خلق فاعل وست خلق فاعل وست خلق فاعل. عظيم. عظي حركة سكون تبع أول الكلمة على صيغة فاعل بالنبر على حركة الخاء من الكلمة والعين من الصيغة، وتلون حركة الضاء باللون الأحمر، تبقى عظي فاعل وست عظي فاعل. ضيم. ضيم حركة سكون. أعيدي يا
عظيم عظيم عظيم. حركة حركة، تولي ساكنين، أيا كان موضعه. حركة حركة وتولي ساكنين أيا كان موضوع، على صيغة فعيل بالنبرة على حركة الضاء من الكلمة، ولا عين الصيغة وتلون حركة الضاء باللون الأحمر. عظيم فعيل عظيم فعيل. وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله تبارك الله، رائعة يا دينا، رائعة رائعة رائعة. وينطبق فيك قول الشاعر: لا شيء يعزب عن مداركه ولا يخفى على ذاك الذكاء الساطع. فذكاؤك ساطع. تعلمين لماذا أنا اخترتك أول واحدة؟ ليه؟ لا أقول لك لماذا. هو طبعا أنا نظرت في الأسماء، لكن وصلني شعر منك في مفعل، ف به وأردت أن أسعدك. جزاكم الله خير. طبعا لف لف ودار إلى أن وصل إلي. بارك الله فيك، أحسنت، ممتازة. انثرن نجوم لدينا النجمة الأولى في هذا اللقاء، جزاكم الله خير. وجزاك الله كل الخير. طيب، يعني بداية المحاضرة كما قلت لكم بداية طيبة موفقة، تدل على أننا الحمد لله أتقنا ما مضى. ولكن من باب التذكير نذكر ملخص القواعد التي درسناها معا. درسنا فعل فعل، وقلنا إن لونها أحمر. فاعل بنبر حركة الفاء تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة، والموضع الذي ليس فيه إلا ثلاث كلمات إذا كان الحرف الثاني التوكيد. فاعل تأتي في بقية المواضع، يعني إذا كانت أول الكلمة، وسط الكلمة، أو شارك حرف معنى، أو وجدنا ساكنين. القاعدة الثانية: فعل فعل ولونها أزرق. فعل تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة، يعني مثل فعل. وفعل تأتي في بقية المواضع المحتملة، يعني أول الكلمة، وسط الكلمة، وجدنا ساكنين، كلمتان تقاسمتا الصيغة بالتساوي. تحدثنا بعد ذلك عن القاعدة الثالثة، قاعدة فعل، التي درسناها في الأسبوع الفائت وقبل الفائت، لكنها لابد أن تكون معنا اليوم لأن لها دورا في القاعدة الرابعة. قلنا إن فعل بنبر حركة الفاء تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. كذلك قلنا إن فاعل بنبر حركة العين تأتي إذا شارك حرف معنى في تكوين التتابع، وبقية المواضع هي لإيه؟ فاعل بنبر حركة اللام، يعني أول الكلمة، وسط الكلمة، اشترك ثلاث كلمات، أو وجدنا ساكنين. دائما وأبدا قبل أن نبدأ الحديث عن القاعدة الرابعة لابد من مقدمة ذات شجون نتحدث فيها عن صيغتنا القديمة الحبيبة متعل. هذه الصيغة لا تعرفنها أنتن، فهي كانت متعل لفترة طويلة وأنا بدلتها بإيه؟ بمفاعل. لذلك وعدت متعل أن أذكرها مع كل دورة وأن أقول لها: لن نودعك يا صيغتنا الحبيبة، ومع كل دورة تدريبية جديدة نرسل لك أرقى معاني الوفاء، لأنك إحدى القواعد المؤسسة لهذا العلم ولطول عشرتنا بك. ونبدأ الحديث عن القاعدة الرابعة. وما أدراكن ما القاعدة الرابعة؟ القاعدة الرابعة بكل بساطة تتحكم في التتابع أربع حركات، أو أربع حركات فساكن، أو أربع حركات فساكنين. يعني
العنصر المشترك كما نسأل كل مرة، ما هو؟ ما هو العنصر المشترك؟ أحسنت يا طيبة، أحسنت يا ألفة، أحسنت يا قرآنية، أحسنت يا إسلام، أحسنت يا أم، أحسنت يا أم عمار، أحسنت يا نجلاء. ممتازات، ما شاء الله، كل هذه إجابات. يا منى، يا فايزة، يا آمنة، رائعات رائعات رائعات. إذن العنصر المشترك 4 حركات. قد نجد الحركات الأربع وحدها، أو نجد معها ساكنا، أو نجد معها ساكنين. وكما كنا نقول في الصيغ الفائتة، هي تكتب بإيه؟ بشكل واحد، يعني صيغة واحدة في الكتابة، لكن في الأداء لها 4 طرق. كيف تكتب؟ مفاعل، ميم مضمومة، فاء مفتوحة، عين مكسورة، لام مضمومة، نون ساكنة، هكذا مفاعل. وتنطق ب4 طرق، هكذا مفاعل 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 مفاعل. وهذا تسلسل منطقي جدا للقواعد. كيف؟ عندما كانت حركة حركة سكون، أو حركة سكون حركة سكون، فكان النبر على إيه؟ على حركة واحدة، يعني حركة منبورة وحركة ليست إيه؟ منبورة، لأننا ليس عندنا إلا إيه؟ حركتان، فحركة تكون منبورة وحركة تكون إيه؟ ليست منبورة. عندما درسنا القاعدة الثالثة فعل، هناك 3 حركات، هناك 3 حركات، فكل مرة تكون هناك حركة منبورة. طيب، هناك تساؤل قد يطرح نفسه، وإن كنت لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن لثقتي في ذكائكن أقول، طيب لماذا فعل التي ب3 حركات ليس فيها نبران مثلا؟ أقول لكم، نحن عندما يكون النبر على الحركة الأولى، هكذا فعل، هكذا، فالحركة التي بعدها أكيد إيه؟ أضعف منها، صح ولا لا؟ لأن النبر على الحركة الأولى، النبر على الإيه؟ على الحركة الأولى. والحركة التي بعد حركة العين، اللي هي حركة اللام في هذه الحالة، قد تكون أقوى من حركة العين، إلا أنها ليست منبورة، فالحركة المنبورة هي حركة الفاء، فعل، هكذا. طيب، عندما تكون فعل، هذه واضحة جدا. كيف؟ عندما تكون فعل قبلها حركة، ولا بد أن تكون حركة العين أقوى من حركة الفاء، لنقول إنها منبورة، لأنهما عبارة عن حركتين إيه؟ متتابعتين، صح ولا لا؟ لابد أن تكون حركة العين أقوى من الفاء، كذلك لابد أن تكون حركة العين أقوى من اللام، لأنهما عبارة عن حركتين إيه؟ متتابعتين، فعل، صح ولا لا؟ إذن إذا نظرنا إلى فعل، سنجد قبلها حركة، لابد أن تكون حركة العين أقوى، لذلك قلنا منبورة، وبعدها حركة، لذلك لابد أن تكون حركة العين أقوى أيضا، لذلك قلنا إن حركة العين هنا المنبورة. نأتي للصيغة الأخيرة، وهي فعل، لأنها حاضرة معنا اليوم، ولا بد أن ننتبه لما سأقوله الآن. نحن في فعل النبر على حركة اللام، لأنها أقوى من حركة الفاء وحركة العين، لكن مقارنة بين الفاء والعين، فالفاء نبرها أقوى. أقوى من إيه؟ من تقول أقوى من نبر حركة العين؟ على فكرة، التي لا تفهم هذا الكلام، لا، ليس من اللام، اللام أقوى. التي لا تفهم لا يشغلها ذلك، أنا أتحد مع من تريد كل شيء. هنا في فعل بنبر حركة اللام، الحركة المنبورة هي حركة اللام، لا يعني خلاص كما درسنا. لكن إذا قارنا، إذا أردنا أن نقارن، يا دكتور، طيب إذا قارنا بين حركة الفاء والعين، أيهما أقوى؟ أقول لكم، حركة الفاء أقوى، لكن هذه القوة ليست واضحة، هذه القوة ليست إيه؟ واضحة، ستتضح اليوم مع مفاعل، ستتضح اليوم مع مفاعل. كيف ستتضح؟
نحن ننطق مفاعل هكذا، مفاعل بنبر الحركة الأولى والحركة الثالثة، نبر حركة الميم وحركة العين، مفاعل هكذا. إذن مفاعل هذه إذا جئنا بالشريحة التي فيها أيوة نعم هذه الشريحة، مفاعل عبارة عن إيه؟ مفاعل عبارة عن فاعل بنبر حركة العين وزدنا ميما إيه؟ منبورة، فأصبحت مفاعل. خلاص؟ طيب، مفاعل عبارة عن فاعل بنبر حركة الفاء وزدنا ميما ليست منبورة، مفاعل هكذا. إذن مفاعل عبارة عن، هذا لمن تريد أن تعرف منطقية النبر، كيف يحدث هذا النبر، لماذا النبر هنا وليس هنا، فلتفهم معنا من خلال مهارة الربط، الربط بين مفاعل بطرق أدائها وفاعل بطرق أدائها. ولا تتعجلن، لا تتعجلن. إذن مرة أخرى، مفاعل عبارة عن فاعل إذا أردنا أن نربطها، هي فاعل لكن زدنا ميما منبورة فنقول إيه؟ مفاعل. طيب، مفاعل عبارة عن فاعل، عبارة عن فاعل وزدنا ميما غير منبورة. مرة أخرى، مفاعل عبارة عن فاعل بنبر حركة العين وزدنا ميما منبورة. مفاعل عبارة عن فاعل وزدنا ميما غير إيه؟ منبورة. طيب، مفاعل عبارة عن فاعل، فاعل وزدنا ميما إيه؟ منبورة. طيب، مفاعل عبارة عن فاعل، أهو انتبهنا هنا آخر واحدة، مفاعل عبارة عن إيه؟ فاعل وزدنا ميما غير منبورة. عندما زدنا ميما غير منبورة ظهر نبر الفاء، لماذا؟ لأنها أقوى من حركة الميم. فهمتني لماذا قلت هذا الكلام في البداية؟ من فهمت؟ التي فهمت تكتب واحدا. ما شاء الله. إذن سبحان الله، أعيد وأكرر وأقول ما أقوله دائما، النبر هو مقدار القوة، هو مقدار القوة، يعني البقاء للأقوى. يعني بمعنى آخر، الحركة قد تكون منبورة بالنسبة لحركة أخرى وليست منبورة بالنسبة لحركة أقوى منها. لكن افهمنا ما أقول بهذه البساطة، هذه الصيغة، مفاعل النبر فيها على الحركة الأولى والحركة الثالثة، حركة الميم وحركة العين، مفاعل النبر فيها على الحركة الثانية حركة الفاء، مفاعل النبر فيها على الحركة الأولى والرابعة حركة الميم وحركة اللام، مفاعل النبر فيها على الحركة الثانية والرابعة. الآن ستأتينا كلمات وننطقها مع الصيغ الأربع لنتدرب على أداء الصيغة بطرقها الأربعة. أنا أظن أن كنا الآن وقبل أن ننطق الصيغة اقتنعتنا بمواضع النبر، خلاص، وهذا شيء جيد، بداية موفقة، الحمد لله رب العالمين. إذن لم يبق لنا إلا أن نتقن الصيغة أو القاعدة بطرق أدائها، خلاص. فئتكم 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 فئتكم، نركب هذه الكلمات مع مع الصيغة. فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل. قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل. قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل. وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل. نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل. معكما
مفاعل معكما مفاعل معكما مفاعل معكما مفاعل أحدنا مفاعل أحدنا مفاعل أحدنا مفاعل أحدنا مفاعل. الآن سنستمع إلى الرائعة التي دائما تساعدني في هذه المحاضرة، الرائعة التي دائما تساعدني في نطق الكلمات التي باللغات الأخرى عندما نضع النبر في أكثر من مكان، وستساعدني اليوم أيضا في أصعب الصياغ، وهي الطفلة النرويجية هيلين. تفضلي يا هيلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. حياكم الله شيخنا. تفضلي يا هيلين يا رائعة. فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل. ما شاء الله تبارك الله. ماذا أقول في هذا الذكاء وفي هذا الأداء أيتها الرائعة هيلين؟ أنت ينطبق عليك قول الشاعر وأمك تترجم لك: يميزها عن سواها الذكاء وطول الأناة وبعد النظر. هذه هي هيلين النرويجية التي لا تعرف في اللغة العربية إلا القرآن الكريم وصيغ الميزان النبري. بارك الله فيك يا هيلين، أحسنت. جزاكم الله خيرا. وجزاك الله كل الخير أيتها الرائعة المدربة الصغيرة التي تساعدني دائما، أحسنت. إذن أنتن أيتها المتدربات الآن في موقف حرج، في موقف حرج، في موقف لا تحسدن عليه. أكيد فهمتن كلامي. طيب سنستمع الآن إلى إحدى المتدربات. تفضلي يا هداية. السلام عليكم، حياك الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضلي. مرحبا شيخنا. إن شاء الله. فئتكم مفاعل. نعم. واحد اثنين ثلاثة، هاتي أربعة خلاص عشان نعطي فرصة لأخرى، تفضل. نعم. فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، فئتكم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قتلهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، قصصهم مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل، وجدها مفاعل.
الله 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 الله. أفي كل يوم هداية أنت روعة؟ فعلا أنت روعة، رائعة رائعة يا هداية. هداية لا تخرج على المايك إلا وتسعدنا وتشرح صدورنا جميعا. بارك الله فيك، وأنت النجمة الثالثة في هذا اللقاء. بارك الله فيك يا هداية، أحسنت. انثرنا نجومك. نستمع إلى نوال، تفضلي يا نوال أكملي الكلمات. نعم، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا بك أهلا. نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، نعمه مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، معكما مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل، أحدنا مفاعل. الله الله الله. تخالهم في فحمة الليل أنجمة. طبعا تفرحين بكلامي، أنت النجم وليس فحمة الليل، فأنت رائعة يا نوال، أحسنت يا نوال. ترنا نجوما الرائعة، بارك الله فيك، الله. ممتازة ممتازة ممتازة، النجمة الرابعة ولم يمضي نصف ساعة من اللقاء أو ثلث الساعة، بارك الله فيك وبارك في المدربات التي دربناكن هذا الأداء الرائع. ممتازة يا نوال. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب نذهب إلى شريحة أخرى ولنرى بقية المتدربات. تقريبا هذا كان الإيل. أنا يعني من الفرحة نسيت أن أتحدث عن المواضع، كنا سنقرأ على طول. وعلى فكرة المواضع أصبحت واضحة لكن، يعني أنا متأكد أن كنا تتوقعنا مواضع مفاعل، لأنها مثل إيه؟ مثل فعل ومثل فعل ومثل فعل. إذن الموضع الأول لمفاعل إذا تكونت منها الكلمة، يعني الكلمة تكونت من أربع حركات فساكن أو أربع حركات، يعني مثل الأمثلة التي قرأناها الآن. أضرب لكن مثالاً أو مثالين وأترك الفرصة للمتدربات الرائعات. يعني مثلاً ورقة عبارة عن إيه؟ أربع حركات فسكون، حركة الواو، حركة الراء، حركة القاف، حركة التاء سكون التنوين. إذن هي ورقة مفاعل، وليست ورقة مفاعل، وليست ورقة مفاعل، وليست ورقة مفاعل. أريد أن ألفت انتباهكن إلى شيء آخر مهم التي لا تحسن، وإن شاء الله الجميع محسنات. التي لا تحسن هذا الأداء بهذا الترتيب، هناك طريقة أخرى. نحن الآن قلنا لك تذكري واستدعي في ذهنك فعل بطرق أدائها. من الممكن أيضا أن تستدعي في ذهنك فعل هكذا، يعني مفا هي فعل وعل هي فعل. إذن عندما نقول أو مثلا نبدأ بالصيغة الأولى، مفاعل هي فعل فعل، صح ولا لا؟ مفاعل هي فعل فعل، لأن النبرة على الحركة الأولى ميم والحركة الإيه الثالثة. كذلك مفاعل مفا هي فعل، مفا هي فعل. كذلك الصيغة الثالثة، مفا هي فعل، عيل هي فعل، كأننا نقول فعل فعل اللي هي الثالثة. الرابعة، الرابعة عبارة عن إيه؟ فعل فعل، لأنها مفا عيل، إذن هي فعل فعل. إذن هذه طريقة أخرى، لكن أنا أعتقد أنكن لستن في حاجة إليها. إذن الصيغة هي هكذا، مفاعل 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 مفاعل. ورقة كما قلت لكم مكونة من أربع حركات فإيه فساكن.
إذن النبر فيها على الحركة الأولى والثالثة، حركة الواو وحركة القاف المقابلة لإيه؟ لحركة الميم وحركة العين في الإيه؟ في الصيغة. إذن هي ورقة مفاعل وليست ورقة مفاعل، وليست ورقة مفاعل وليست ورقة مفاعل. مثلا كلمة غشيهم، غشيهم مفاعل وليست غشيهم مفاعل، وليست غشيهم مفاعل وليست غشيهم مفاعل. مثلا الكلمة الأخيرة وأترك لكن، أنا أعلم أنكن لا تريدن أن أقرأ أنا اليوم. بدأكم مفاعل وليست بدأكم مفاعل، وليست بدأكم مفاعل وليست بدأكم مفاعل. كل واحدة ستخرج على المايك ستأخذ عمودا من الأعمدة الثلاثة. طيب تفضلي يا أم أروى، وذكرنني في النهاية إن شاء الله أقول لكنا يعني خبرا مفرحا بالنسبة للمشاركات إن شاء الله. تفضلي يا حفصة. حفصة، حفصة لورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بسم الله. ورقة مفاعل وليست ورقة مفاعل، وليست ورقة مفاعل وليست ورقة مفاعل. تابعك مفاعل وليست تابعك مفاعل، وليست تابعك مفاعل وليست تابعك مفاعل. سبقكم مفاعل وليست سبقكم مفاعل، وليست سبقكم مفاعل وليست سبقكم مفاعل. مثلهم مفاعل وليست مثلهم مفاعل، وليست مثلهم مفاعل وليست مثلهم مفاعل. أكمل العمود الثاني، هل صوتي مسموع؟ ما شاء الله. طب أنا أتحدث وأشفيك وأمدح وأثني إلا أنني كنت مغلقني المايك. أحسنت وبارك الله فيك، رائعة 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 يا حفصة. سلام على بدر له السعد مطلع، وشمس سناها بالمناقب يسطع. سطعت شمس حفصة بمناقب أداء مفاعل، فملأت القاعة نورا وبهجة. بارك الله فيك يا حفصة، أحسنت. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير. وجزاك الله كل الخير. طيب نستمع إلى ميسة. تفضلي يا ميسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضلي. حياكم الله شيخا. غشيهم مفاعل وليست غشيهم مفاعل، وليست غشيهم مفاعل وليست غشيهم مفاعل. عشرات مفاعل وليست عش عش رقيق. نعم. الشين. نعم حاضر. عشرات مفاعل وليست عشرات مفاعل، وليست عشرات مفاعل وليست عشرات مفاعل، وليست أجلها مفاعل. نت ضعف، ما سمعتش آخر أداء في الصيغة الفائتة، لا أعلم عندك أم عندي يعني. طب هعيدها تاني حاضر. عشرات مفاعل وليست عشرات مفاعل، وليست عشرات مفاعل وليست عشرات مفاعل. تمام كده؟ تمام رائعة.
أجلها مفاعل وليست أجلها مفاعل وليست أجلها مفاعل وليست أجلها مفاعل فطراني مفاعل وليست فطراني مفاعل وليست فطراني مفاعل وليست فطراني مفاعل. ما شاء الله تبارك الله، رائعة 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 يا ميسة، نثني على تلك المهارة في الأداء، نثني ذاك الذكاء النادر. بدت النجابة فيك قبل أوانها فأتت بأداء كسحر الساحر. رائعة يا ميسة، جزاكم الله خير. جزا ما شاء الله وجزاك كل الخير. ميسة نجمة من نجوم هذا اللقاء، وانثرنا لها نجوما. توتة تفضلي يا توتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. وعليكم السلام. حياك الله وبيك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأكم مفاعل وليست بدأكم مفاعل وليست بدأكم مفاعل وليست بدأكم مفاعل. جعلكم مفاعل وليست جعلكم مفاعل وليست جعلكم مفاعل وليست جعلكم مفاعل. أمرهم مفاعل وليست أمرهم مفاعل وليست أمرهم مفاعل وليست أمرهم مفاعل. صدقة مفاعل وليست صدقة مفاعل وليست صدقة مفاعل وليست صدقة مفاعل. ما شاء الله تبارك الله. كذلك توتا ينطبق عليها قول الشاعر: صافي البداهة ما تراه واقفا في أزمة تشتد وقفة حائر. فلم تحتر مع مفاعل فأتقنتها وكأن بينهما عشرة طويلة. بارك الله فيك يا توتا وأحسن إليك، وأنت من نجمات هذا اللقاء. رائعة. الموضع الثاني، الموضع الثاني لمفاعل هو الموضع الثاني لفاعل، وهو الموضع الثاني لفعل معذرة، وهو الموضع الثاني لإيه؟ لفاعل. ما هو؟ إذا كانت آخر الكلمة، يعني إذا وجدنا آخر الكلمة أربع حركات فسكون أو أربع إيه؟ حركات، فتكون على مفاعل. يعني مثلا شهادتهما، سنجد أن آخر الكلمة عبارة عن حركة الدال، حركة التاء، حركة الهاء، حركة الميم، سكون الألف. إذن هي داتهما بالنبر على حركة الدال وحركة الهاء، الحركة الأولى والحركة الثالثة. داتهما مفاعل وليست داتهما مفاعل وليست داتهما مفاعل وليست داتهما مفاعل. شهادتهما وليست شهادتهما وليست شهادتهما وليست شهادتهما. مثلا كلمة والدتك، سنجد أن آخر الكلمة عبارة عن أربع حركات فسكون: حركة اللام، حركة الدال، حركة التاء، حركة الكاف، لا يوجد سكون. مرة أخرى، كلمة والدتك عبارة عن أربع حركات بعد و، إذن هي في نهاية الكلمة: حركة اللام، حركة الدال، حركة التاء، حركة الإيه؟ الكاف. إذن لذاتك مفاعل وليست لذاتك مفاعل وليست لذاتك مفاعل وليست لذاتك مفاعل. سنستمع الآن إلى من تأتي بالإيه؟ بكل العمود. فايزة تفضلي يا فايزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. سؤال يا فايزة، أنت أول مرة تخرجين على المايك اليوم ولا لا؟ لا، اليوم خرجت من قبل في الحلقات الماضية. لا، أنا أسأل عن اليوم. لا، لم أخرج. تفضلي يلا. شكرا. شهادتهما داتهما مفاعل وليس
ذاتهما مفاعل وليس ذاتهما مفاعل وليست ذاتهما مفاعل شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما نعم فايز شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما لا أعيدي مرة أخرى شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما وليس شهادتهما لا هذه خاطئة الأخيرة خاطئة ها لك فرصة أخرى يلا لا. يا فاي تفضل شهادتهما نعم أحسنت والدتك وليس والدتك وليس والدتك وليس والدتك أحسنت اتبعك تبعك مفاعل وليس تبعك مفاعل وليس تبعك مفاعل وليس تبعك مفاعل اتبعك وليس خطأ قراءة الكلمة اتبعك وليس اتبعك وليس اتبعك وليس اتبعك لابد مع صيغة أعيد نعم اتبعك تبعك مفاعل وليست تبعك مفاعل وليست تبعك مفاعل وليس تبعك مفاعل الثالثة مفاعل مفاعل نعم هات الرابعة وليس تبعك مفاعل أحسنت أكملي اتبعك وليس اتبعك وليس اتبعك وليس اتبعك أحسنت لامرأته رأته مفاعل وليس رأته مفاعل وليس رأته مفاعل وليس رأته مفاعل لامرأته وليس لامرأته وليس لامرأته وليس لامرأته رائعة 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 يا فايزة ممتازة 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 انترن دوما لهذه النجمة التي سطعت في سماء القاعة بارك الله فيك يا فايزة جزاك الله كل خير شيخنا أنت ناجحة الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك طيب نستمع إلى تفضلي يا أماني خالد تفضلي يا أماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبيك أهلا وسهلا ومرحبا بك حياكم شيخي ربنا يبارك في حضرتك شهادتهما ذاتهما مفاعل وليست ذاتهما مفاعل وليست ذاتهما مفاعل وليست ذاتهما مفاعل شهادتي مفاعل وليست ذاتهما مفاعل أحسنت شهادتهما وليست شهادتهما وليست شهادتهما
وليست شهادتهما. والدتك لدتك مفعل وليست لدتك مفعل وليست لدتك مفعل وليست لدتك مفعل. والدتك وليست والدتك وليست والدتك وليست والدتك. اتبعك تبعك مفعل وليست تبعك مفعل وليست تبعك وليست تبعك. لا وليست وليست تبع. معلش هقولها تاني. اتبعك تبعك مفعل وليست تبعك مفعل وليست تبعك وليست تبعك مفعل وليست تبعك مفعل. اتبعك وليست اتبعك وليست اتبعك وليست اتبعك. لامرأته رأته مفعل وليست رأته مفعل وليست رأته مفعل وليست رأته مفعل. لامرأته وليست لامرأته وليست لامرأته وليست لامرأته. ما شاء الله تبارك الله. رائعة 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 يا أماني، وأبدعت فيما تنتحيه، فأبدعت فيك المدائح أيما إبداعي. فعلا أماني مبدعة بارك الله فيها وأحسن إليها. انثرنا نجوما لهذه النجمة المتلألئة في سماء القاع. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك حضرتك. له كل الخير وأحسن إليه. وإليك شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ننتقل إلى كلمات أخرى ونرى من النجمة التي تستطيع أن تقرأ هذه الكلمات، وما أكثر النجوم في القاعة. تفضلي يا تقوى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي. مع ذيرتهم، ذيرتهم مفاعل وليست ذيرتهم مفاعل وليست ذيرتهم مفاعل وليست ذيرتهم مفاعل. مع ذيرتهم وليست مع ذيرتهم وليست مع ذيرتهم وليست مع ذيرتهم. الاثنين زي بعض كده. الثالثة والرابعة، يلا انتبهي وأعيدي. معذرتهم وليست معذرتهم. الاثنين زي بعض، أعيدي من البداية. أعيدي الكلمة كاملة أربع طرق. معذرتهم وليست معذرتهم وليست. خطأ، أعيدي. معذرتهم. أعيدي الكلمة الصحيحة. معذرتهم. أحسنت. وليست معذرتهم وليست معذرتهم وليست معذرتهم. رائعة، أكملي يلا. عيتهم، عيتهم مفاعل وليست عيتهم مفاعل وليست عيتهم مفاعل وليست عيتهم مفاعل. بأوعيتهم وليست بأوعيتهم وليست بأوعيتهم وليست بأوعيتهم. رائعة، أكملي. يبدلهما، ديلهما مفاعل. اللام مفتوحة. ديلهما مفاعل وليست ديلهما مفاعل وليست ديلهما مفاعل وليست ديلهما مفاعل. يبدلهما وليست يبدلهما وليست يبدلهما وليست يبدلهما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا عفراء، بارك الله فيك يا عفراء. عفراء اليوم هي نجمة من نجمات هذا اللقاء.
بارك الله فيك، أحسن إليك، أنت رائعة رائعة رائعة. طبعا أنا أكتب لأعطي فرصة أخرى إيه لمن تقرأ، يعني الشريحة نوزعها على ثلاثة. بارك الله فيك يا عفرا، أنا يجيبك من فضل يا شيخ. آمين يا رب. طيب نستمع إلى أمل الشرقاوي، تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، تفضل. تاخذه تاخذه مفاعل وليست تاخذه مفاعل وليست تاخذه مفاعل وليست تاخذه مفاعل نتخذه وليست نتخذه وليست نتخذه وليست نتخذه القردة قردة مفاعل وليست قردة مفاعل وليست قردة مفاعل وليست قردة مفاعل القردة وليست القردة وليست القردة وليست القردة أو ديتهم ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديت لا لحظة أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديتهم. ما شاء الله تبارك الله، رائعة 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 يا أمل. إن النجاح بسعي المرء مرتبط، وأنت النجاح دائما حليفك، لم تخرجي مرة على المايك إلا وتجيدين وتشرحين الصدور. بارك الله فيك، أحسنت، جزاكم الله خيرا، وجزاك الله كل الخير. طيب سنستمع إلى أم محمود، تفضلي. هاتي من آخر كلمة نطقتها أو ديتهم. السلام عليكم شيخان. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبيك، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضلي. حياك الله شيخ. بعد إذن الأخوات بس الرسائل شوية عشان أشوف الكلمات. بعد إذن. أو ديت شايفة الكلمة. أو ديتهم ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل وليست ديتهم مفاعل أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديتهم وليست أو ديتهم العلاقة علاقة مفاعل وليست علاقة مفاعل وليست علاقة مفاعل وليست علاقة مفاعل العلاقة وليست العلاقة وليست العلاقة وليست العلاقة اكتتبها تتبها مفاعل وليست تتبها مفاعل وليست تتبها مفاعل وليست تتبها مفاعل اكتتبها وليست اكتتبها وليست اكتتبها وليست اكتتبها. ما شاء الله تبارك الله، رائعة 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 يا أم محمود، أنت الحمد لله شيخا، ما شاء الله عليك، أنت رائعة رائعة، أداؤك رائع، وكما يقول الشاعر إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، في ذكاء أم محمود. بارك الله فيك يا أم محمود، أحسنت، جزاك الله خيرا شيخا، وجزاك الله كل الخير. إذن تأتي مفاعل إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة كما رأينا. هناك موضع ثالث لمفاعل، أين هو؟ إذا اشترك ثلاث كلمات في تكوين التتابع، أربع حركات فسكون أو أربع حركات، ودائما كنا نستثني إذا كانت الكلمة الثانية لام الجر المتصلة بضمير. لماذا؟ لأن لام الجر أو حتى باء الجر، لكن لم نجد لها مثالا في القرآن،
في هذا التتابع، يعني أربع حركات فسكون أو أربع حركات، وربما يكون لكن نحن لم نلحظه. يعني المهم ربما يكون هناك مثال يعني للباء لكن لم نلحظه. المهم ما أريد أن أقوله إن حروف الجر التي على حرف سبحان الله في كل القواعد التي درسناها كأنها جزء من الكلمة، كأنها جزء من الكلمة سبحان الله. ليست القواعد هي من قضت بذلك، ولكن طبيعة اللغة وطبيعة الأداء هو الذي قضى بذلك وإيه أرغمنا على ذلك. إذن يعني مثلا ولكم عبارة عن إيه؟ عن ثلاث كلمات، صح ولا لا؟ لكن نحن نقول إن لام الجر ثلاث كلمات، إزاي؟ الواو زائد لام الجر زائد كم، لكن لام الجر كأنها جزء من الكلمة، إذن ليست داخلة هنا، خلاص؟ ليست داخلة، خلاص؟ لكن يدخل تحت هذا الموضع كلمة فلهما والحرف الثاني لام الابتداء، وهذا ليس هناك موضع له في القرآن. طيب لماذا جئت به؟ جئت به حتى لا نخطئ في مثلا فلهما الثلثان، لا نقول فلهما الثلثان، أصبح إيه؟ هما الثلثان، خلاص؟ طيب إذن نعود إلى هذا الموضع مرة أخرى ونتحدث عنه باستفاضة. إذا اشترك ثلاث كلمات في تكوين التتابع، يعني مثلا ولمني عبارة عن ثلاث كلمات، الواو زائد اللام زائد من. طيب كم حركة؟ حركة الواو، حركة اللام، حركة الميم، حركة النون، إذن أربع حركات. إذن اشترك ثلاث كلمات في تكوين الأربع حركات. إذن هي ولمني، النبر فيها على الحركة الأولى والثالثة، حركة الواو وحركة الميم المقابلة لحركة الميم في الصيغة والعين. إذن هي ولمني مفاعل وليست ولمني مفاعل، وليست ولمني مفاعل وليست ولمني مفاعل. مثلا ولقد، عندما تكسر الدال لخوف التقاء ساكنين. إذن هي مكونة من أربع حركات، وهي عبارة عن ثلاث كلمات، الواو كلمة واللام كلمة وقد كلمة. إذن هي ولقد مفاعل وليست ولقد مفاعل، وليست ولقد مفاعل وليست ولقد مفاعل، وهكذا. لنستمع الآن إلى الرائعة، من الرائعة أمامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا بك. ولمني مفاعل وليست ولمني مفاعل، وليست ولمني مفاعل، وليست ولمني مفاعل، ولقد ولقد مفاعل وليست ولقد ولقد مفاعل وليست ولقد مفاعل، وليست ولقد مفاعل وليست ولقد مفاعل، ولأخي مفاعل وليست ولأخي مفاعل، وليست ولأخي مفاعل وليست ولأخي مفاعل، أفهم مفاعل وليست أفهم مفاعل وليست أفهم مفاعل وليست أفهم مفاعل. رائعة 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 يا أمامة، أنت ممتازة ممتازة ممتازة، يكفيك هذا وأنت نجمة، ما رأيك؟ جزاك الله خير معلم. جزاك الله كل الخير، انثرنا نجوما لهذه الرائعة المتألقة الألقة، بارك الله فيك يا أمامة، ممتازة ما شاء الله. طيب نستمع إلى ريناد، تفضلي يا ريناد. حياك الله معلم. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أول مرة تخرجين على المايك يا ريناد؟ أول مرة يا دكتور. من أول الدورة؟ أيوة، دخلت الحلقة اللي فاتت والنت خرجني وما حصلش نصيب. طيب إن شاء الله النصيب جاءه، يلا بقى إيه؟ نريدك أن تكوني من النجمات،
تفضل. شايف السطر الثاني ان شاء الله بس يبطلوا بتمثل الاخوات. ولأني مفاعل ولأن. انتبه للحركات. ولأني. ولأني مفاعل ولأن وليست. ولأني مفاعل وليست. ولأني مفاعل وليست. ولأني مفاعل. رائعة. فسيرى مفاعل وليست. فسيرى مفاعل وليست. فسيرى مفاعل وليست. فسيرى مفاعل. ولعل مفاعل وليست. ولعل مفاعل وليست. ولعل مفاعل وليست. ولعل مفاعل. أثماني مفاعل وليست. أثماني مفاعل وليست. أثماني مفاعل وليست. أثماني مفاعل. ما شاء الله ما شاء. انتهت الكلمات. سبحان الله لم أشعر. أنت رائعة 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 لدرجة أننا حسبنا أن الشريحة ما زالت فيها كلمات لنستمع لهذا الأداء العذب الرائع. ممتازة يا ريناد بارك الله فيك. نجمة. فضل الله اسم فضل المعلمة أم أحمد السيد والمعلمة إيمان زي. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك في المعلمة أم أحمد السيد والمعلمة إيمان زيد وجميع المعلمات ما شاء الله. نورهن يظهر في أداء طالباتهن بارك الله فيهن جميعا. أحسنتي يا ريناد. إذن إذا أردنا أن نلخص مواضع مفاعل سنجدها في ثلاثة مواضع، إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة أو اشترك ثلاث كلمات في تكوين التتابع. لا ننسى ذلك، تكونت آخر اشترك. نذهب إلى الصيغة الثانية مفاعل. الصيغة الثانية مفاعل وليس لها إلا موضع واحد إذا شارك حرف معنى في تكوين التتابع أربع حركات فسكون أو أربع حركات. يعني مثل فاعل لو تتذكرن، مثل فاعل ومثل موضع من مواضع فاعل أيضا صح، ومثل موضع من مواضع فعل، إلا أن هناك اختلافا وهو التقاسم مع فعل. هنا لا يوجد تقاسم. إذن إذا شارك حرف معنى في تكوين التتابع فهو موضع متطابق مع فاعل ومع فاعل خلاص. هنا يدخل في هذه القاعدة لام الجر وباء الجر إذا اتصلتا بضمير وسبقتا بحرف معنى. يعني مثلا ألكم، ألكم الذكر، سنجد أن أول حرف حرف استفهام يعني كلمة. على فكرة الكلمة اسم وفعل وحرف لا ننسى هذا. فالهمزة هنا كلمة واللام نعم كلمة، إلا أنها كما قلنا تعامل مع الكلمة التي بعدها كأنها كلمة واحدة، يعني كأن همزة الاستفهام دخلت على كلمة ألكم. يعني هنا لا نقول ثلاث كلمات، لا نقول ثلاث كلمات. لماذا؟ لأن حروف الجر التي على حرف تعامل أدائيا معاملة الكلمة الواحدة إذا دخلت على ضمير خلاص. إذن هي ألكم هكذا، ألكم مفاعل وليست ألكم مفاعل وليست ألكم مفاعل وليست ألكم مفاعل. كذلك ولهم نفس الموضوع، يبقى الواو كأنها دخلت على كلمة لا ننسى. كيف يا دكتور؟ دي في كلمتين بعد الواو اللام وهم. قلت لكن اللام لام الجر تعامل على أنها جزء من الكلمة التي بعدها إن كانت ضميرا. طيب فلهما نفس الكلام، الفاء حرف عطف، ولهما كأنها كلمة واحدة. لماذا؟ لأن لأن لام الجر إذا دخلت على ضمير تعامل كأنها جزء منه، فهي كأنها كلمة واحدة. إذن يدخل في هذه القاعدة
لام الجر وباء الجر إذا اتصلتا بضمير وسبقتا بحرف إيه معنى. مثلا وصدف عبارة عن إيه؟ هذا أساس القاعدة، شارك حرف معنى، إذن الواو زائد صدفة. طيب كم حركة؟ 4 حركات، حركة الواو، حركة الصاد، حركة الدال، حركة الإيه؟ الفاء. إذن هي وصدفة، النبر فيها على الحركة الثانية حركة الصاد، وفي الصيغة على حركة الفاء، وصدفة مفعل وليست وصدفة مفعل وليست وصدفة مفعل وليست وصدفة مفعل. مثلا ولعبا عبارة عن 4 حركات فساكن، حركة الواو، حركة اللام، حركة العين، حركة الباء، سكون التنوين. إذن هي ولعبا مفعل وليست ولعبا مفعل وليست ولعبا مفعل وليست ولعبا مفعل. مثلا وجحدوا، أنا أعلم أن كنا لا تريدنا أن أكمل وتريدنا أن تكملنا أنتن. وجحدوا عبارة عن 4 حركات فساكن، الحركة الأولى حرف المعنى اللي هي الواو، وبعدها حركة الجيم، حركة الحاء، حركة الدال، سكون الإيه؟ سكون المد. إذن وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل. أترك لكن الفرصة للإيه؟ للإكمال. طيب نستمع إلى مروة. تفضلي يا مروة. مروة هذه روان الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله شكرا. تفضلي يا مروة اقرأي أول عمود، أول عمود 3 كلمات يلا. نعم بسم الله. وصدف مفاعل ليست وصدف مفاعل وليست وصدف مفاعل وليست ثالثة على الايه؟ على الحركة الأخيرة. نعم يلا يلا يا مروة. وصدف مفاعل وليست وصدف مفاعل مفاعل. هات الكلمة، الكلمة التي بعدها. طيب نعم شيء. لفريح مفاعل وليست لفريح مفاعل وليست لفريح مفاعل وليست لفريح مفاعل. وكانت في الأولى أيضا هكذا مفاعل، مفاعل مش مفاعل، مفاعل مفاعل. أحسنت. وليست لا فارح مفاعل. رائعة. فوقع مفاعل وليست فوقع مفاعل وليست فوقع مفاعل وليست فوقع. انتبهي لهذه يا مروة، لو أخطأت فيها لن تكوني نجمة. ما أقرأها من البداية ولا أكمل؟ لا من البداية. نعم. فوقع مفاعل وليست فوقع مفاعل وليست فوقع مفاعل. خطأ، أنت تقولين مفاعل فتنبرين على الفاء ونحن مفاعل مفاعل. أيوة كده. وليست فوقع مفاعل. خطأ. مفاعل. نعم شيخ. أعيد الصيغة مرة أخرى، هذه الفرصة الأخيرة. أعيد الصيغة الرابعة ولا الثالثة؟ كلمة بأدائها، بكل طرق أدائها، يلا. بسم الله. فوقع
مفاعل وليست توقع مفاعل وليست فوقع مفاعل مفا مفاعل نعم وليست الأخيرة بقى سهلة فوقع مفاعل أحسنتي ممتازة ممتازة يا مروة أنت نجمة من نجمات هذا اللقاء مبارك لك وجزاك الله كل الخير بارك الله فيك أحسنتي طيب سنستمع إلى نهال تفضلي يا نهال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وحياك أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله خير العمود الثاني نعم ولاعبا مفاعل وليست ولاعبا مفاعل وليست ولاعبا مفاعل وليست ولاعبا مفاعل وجعل مفاعل وليست وجعل مفاعل وليست وجعل مفاعل وليست وجعل مفاعل وقمعا مفاعل وليست وقمعا مفاعل وليست وقمعا مفاعل وليست وقمعا مفاعل ما شاء الله تبارك الله طبعا نهال رائعة 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 وهي عندما تقرأ الكلمات والصيغ أنا أريح رأسي وأعلم أنها لم تخطئ ويعني كأن هناك مساعدة مدرب هي التي تقرأ بارك الله فيك يا نهال وأحسن إليك ونراك قريبا بإذن الله وجزاك الله كل الخير طيب نستمع إلى هناك كلمات كثيرة إن شاء الله طيب نستمع إلى طيبة تفضلي يا طيبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك أهلا وسهلا ومرحبا بك حياكم الله شيخ وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل وليست وجحدوا مفاعل فبعث مفاعل وليست فبعث مفاعل وليست فبعث مفاعل وليست فبعث مفاعل ها لا وحبط لا 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 اعيدي اخر واحده ايه فبعث ايوه الاخيره فبعث مفاعل احسنتي يلا اكملي وحبط مفاعل وليست وحبط مفاعل وليست وحبط مفاعل وليست وحبط مفاعل رائعة 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 يا طيبة كما توقعت أن طيبة الطيبة ستأتي بجميع الأداءات صحيحة بارك الله فيك وأحسن إليك انثرن نجوما لهذه المتألقة أحسنت يا طيبة جزاكم الله خيرا وجزاك الله كل خير طيب العمود الأخير من نصيب ألفة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبيك أهلا وسهلا ومرحبا بك بارك الله فيك شيخ تفضل وعبد مفاعل وليست وعباد مفاعل وليست وعبد مفاعل وليست وعبد مفاعل فمكث مفاعل وليست فمكث مفاعل وليست فمكث مفاعل وليست فمكث مفاعل فصبر مفاعل وليست فصبر مفاعل وليست فصبر مفاعل وليست فصبر مفاعل ما شاء الله تبارك الله انثرن نجوما لهذه الواثقة في نفسها هي تقرأ وتعلم أنها ستؤدي أداء مستقيما واثق الخطوة يمشي ملكا بارك الله فيك يا ألفة وأحسن إليك ومبارك فضل لكم المعلمات ربنا يبارك فيك وفيك بارك
طيب نستمع إلى شريحة جديدة ومتدربة جديدة. الكلمات كثيرة. تفضلي يا كاميليا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياك الله. تفضلي يا كاميليا. نعم. لا أكل مفاعل وليس لا. لا. نعم. نعم. وليس لا وليست لا أكل وليست لا أكل مفاعل وليست لا وليست لا أكل مفاعل وليست لا أكل مفاعل. أحسنت. ففسق مفاعل وليست ففسق مفاعل وليست لا. ففسق الأداء الأول الخاطئ ففسق ففسق مفاعل ففسق ففسق مفاعل وليست ففسق لا وليست ففسق وليست ففسق مفاعل وليست ففسق مفاعل ولعن مفاعل وليست ولعن مفاعل وليست ولعن مفاعل وليست ولعن مفاعل وليست ولعن وليست ولعن مفاعل وليست ولعن مفاعل وليست ولعن مفاعل. رائعة. أكملي. وشاهد مفاعل وليست وليست وشاهد مفاعل وليست وشاهد مفاعل وليست وشاهد مفاعل. ممتازة كاميليا. لا أجد مفاعل وليست لا لا خطأ خطأ لا أجد نعم مفاعل وليست لا أجد مفاعل وليست لا أجد مفاعل وليست لا أجد مفاعل. الله 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 رائعة كاميليا. ممتازة ممتازة ممتازة. انثرنا نجوم لكاميليا الرائعة المتألقة في سماء النجومية اليوم. بارك الله كاميليا. بارك الله فيك شيخ. أنا أول مرة أطلع على المايك منذ بداية الدورة. إذن كاميليا نجمة لمدة أسبوعين. خلاص يا كاميليا. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. أنا أحسنت. طيب العمود الثاني. العمود الثاني. في حد أول مرة تطلع على المايك اليوم؟ وإن كان يعني صعب الطلوع على المايك اليوم لأول مرة بصراحة. ها مفيش. محدش كتب. أنا يعني الجميع قرأ قبل كده. طيب نبحث في الأسماء التي يعني إيه. همس. تفضلي يا همس. يا همس. نعم شيخنا. السلام عليكم. حياكم الله جميعا. يا مرحبا. طيب فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل. لمعكم مفاعل كده. ودي للكلمة حقها كده والمخارج والصفات كده و... ها نعم فضحكت. يلا فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل وليست فضحكت مفاعل. رائعة رائعة. أكمل. لمعكم مفاعل وليست لمعكم
مفعيل وليست لمعكم مفعيل وليست لمعكم مفعيل وأمم مفعيل وليست وأمم مفعيل وليست وأمم مفعيل وليست وأمم مفعيل ووجدوا مفعيل وليست ووجدوا مفعيل وليست ووجدوا مفعيل وليست ووجدوا مفعيل وشهوبا مفعيل وليست وشهوبا مفعيل وليست وشهوبا مفعيل وليست وشهوبا مفعيل. ما شاء الله تبارك الله. تعرفنا همس تستطيع أن تشرح المحاضرة بدلا مني بهذا الأداء الرائع وهذا المستوى العالي جدا 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 جدا. انثرنا الله الرائع. بارك الله همس أحسن وفيك. بارك الله شيخ وبارك في معلمتنا جميعا إن شاء الله جزاهم خير الجزاء. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستمع العمود الثالث. تفضلي يا فاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله شيخنا. تفضلي. مفاعل أبعث وليست مفاعل أبعث وليست مفاعل أبعث وليست مفعل أبعث مفعل أتذر وليست مفعل أتذر وليست مفعل أتذر وليست مفعل أتذر مفعل فظلم وليست مفعل فظلم وليست مفعل فظلم وليست مفعل فظلموا مفاعل فعجبوا وليست مفاعل فعجبوا وليست مفاعل فعجبوا وليست مفاعل فعجبوا مفاعل بعصمي وليست مفاعل بعصمي وليست مفاعل بعصمي وليست مفاعل بعصمي. ما شاء الله تبارك الله. رائعة 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 رائعة. سموت إلى عنان القلب حتى علوت ولم تجدي في الجو ساعي. رائعة يا فاتن. انثرنا نجوما لهذه المتألقة دائما التي تسعدنا وتشرح صدورنا بالأداء الصحيح. جزاكم الله خير. وجزا الله خيرا أستاذتي أستاذة إيمان زيد والأستاذة عالية هلال. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك وفيهما وفي جميع المدربات. جميل الوفاء يا جماعة. جميل الوفاء. شوفوا يعني هي أرادت أن تنطق باسم المدربات لندعو لهن. بارك الله فيهن جميعا. طيب ننتقل إلى تأصيل للنبر من كتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي للمؤلف أبي الحسن السعيدي. ولا ننسى أن ندعو لأم منير التي أو مهاجرة واحدة منهما، لا مهاجرة التي جاءت بالكتاب وأم منير فعلت شيئا آخر يختص بالكتاب، ندعو لهما معا. بارك الله فيهما. سبحان الله. هذا الرجل حتى مفعل أشار إليها، أشار إلى الأداء المستقيم وإلى أداء واحد من الإيه؟ من الطرق الخاطئة. يعني هو يقول قل ودية ولا تقل ودية. طيب من كم حركة مكونة؟ حركة الواو، حركة الدال، حركة الياء، حركة التاء، سكون التنوين. إذن هي ودية وليست ودية. هذا ما أشار إليه هذا الرجل. سبحان الله. إذن نحن اليوم درسنا مواضع مفعل ومفعل. نأتي بالخلاصة. مفعل قلنا تأتي في ثلاثة
مواضع إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة أو اشترك ثلاث كلمات في تكوين التتابع. ومفعل ليس لها إلا موضع واحد، ليس لها إلا موضع واحد إذا شارك حرف معنى في تكوين التتابع. مرة أخرى، مفعل بالنبر على حركة الميم وحركة العين تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة أو اشترك ثلاث كلمات. نلخصها كما كتبت ليديا الرائعة، تكونت آخر اشترك. طيب، مفعل تأتي في موضع واحد شارك. هناك تدريبات على الصيغة أيضا، ولنرى أيضا حتى يعني إيه نحاول أن يعني أنا حاولت أن أرضي الجميع ويعني أختار أكثر الأسماء. أم عمار، تفضلي يا أم عمار. أم عمار الزهرة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أنت بارك الله. من جزاك الله خيرا، لأنك دائما ما شاء الله أدخل أجدك ترتبين الأدوار وتشرفين، جعله الله في ميزان حسناتي. آمين آمين يا رب، جزاك الله خيرا. أمامك الآن يا أم عمار عمود، والسؤال أين النبر في هذه الكلمات؟ فانتبهي، هاتي النبر في كلمات العمود الأول، يلا، اللي هي أول كلمة. فطراني، أين النبر فيها؟ فطراني على الفاء، تكونت منها كلمة. خلي بالك، اليوم نحن مع صيغة في أكثر طرق أدائها هناك نبران، صح الفاء صحيح، لكن هناك نبر آخر. فطراني الفاء والراء. أيوة كذا، رائعة. ها الكلمة التي بعدها؟ الخيارات. وصلاً، الخيارة على الخاء والراء. يا سلام، رائعة. طب أنت قلت في موضع فطراني تكونت، طيب الموضع ده إيه؟ تكونت يعني أربع حركات في سكون. خلاص، ما أنت قلت، أنت ممتاز. أنا بتكلم على الخيارة، ده موضع إيه؟ هذا التتابع الأخير. أحسنتي، يلا الكلمة التي بعدها. وجمع شارك في تكوين كلمة حرف معنى. يا سلام، يبقى النبرة على حركة الجيم. طيب والصيغة؟ الصيغة مفعل. يا رائع رائع رائع، ما هذا التمكن، يا سلام. طيب الكلمة التي بعدها. بناصيتها. بناصيتها تتابع الأخير. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي لي، أين وأين؟ على الصاد وعلى التاء. رائعة رائعة. طب ما الصيغة؟ الصيغة مفاعل. لا، مفاعل. لا لا، صح، مفاعل صح. رائع رائع رائع. بقيت لك كلمة وتصبحين نجمة. يا رب. فلبث، هذه تكونت من الكلمة أربع حركات. يا زهرة. لا 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 لا، شارك في تكوين الكلمة حرف معنى. في تكوين التتابع. إذا في تكوين تتابع حرف معنى. النبر على حركة. النبر على حركة اللام. ممتازة يا زهرة. طيب الصيغة، آخر سؤال لابد أن تجيبيه إجابة صحيحة. مفاعل. رائعة رائعة رائعة، انثرنا لها نجوما هذه الرائعة المتألقة التي استطاعت أن تحدد النبر بجدارة. ممتازة يا بارك الله في معلماتي جميعا. معلماتي نسرين نسرين وإسراء، جزا الله خير. في نسرين وفي أم عمار، بارك الله فيك يا أم عمار.
طيب سنستمع إلى أخرى. من تجيد تحديد النبر فقط ترفع يدها. ها؟ طيب حاضر حاضر. أم باسم تفضلي. يا أم باسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبيتك. حياك الله شيخنا. يلا حددي لنا أين النبر والموضع والصيغة. أسلحتهم لحتهم آخر التتابع الأخير آخر الكلمة. نعم. اللام والتاء النبر على حركة اللام وحركة التاء. لحتهم. أحسنت. ومكروا. طيب. الصيغة مفاعل. نعم طيب يلا. ومكروا شارك حرف معنى الواو النبر على حركة الميم. ومكروا مفاعل. نعم. غلبهم تكونت منها الكلمة أربع حركات فساكن على صيغة أول صيغة مفاعل مفاعل. لا ازاي اول صيغه مفاعل هكذا. لا صحيح فين النبر على حركه مفاعل. غلب غلبهم مفاعل. النبر على حركه ايه وايه. الغي والباء والباء. غلبهم اكملي. بداكم تكونت منها الكلمه النبر على حركه الباء والهمزة. بدأكم مفاعل. رائعة رائعة رائعة. أكمل. أيديهما أيديهما التتابع الأخير أربع حركات فساكن. ديهما النبر على حركة الدال والهاء. نعم. مفاعل. انثرنا نجوما لهذه المتألقة اليوم النجمة السابعة عشر. رائعة يا أم باسم ممتازة ما شاء الله. بارك فيكم جميعا. آمين يا رب. ما شاء الله مستويات تشرح القلب. طيب التي تعرف ترفع يدها التي لا تعرف لا ترفع يدها. أم روضة تفضلي. يا أم روضة. أم روضة السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبيك. أهلا وسهلا. حياك الله شيخا. حياك الله شيخا. يأتيكما على التاء والكاف على صيغة مفاعل. جميل. سألهم على السين واللام على صيغة مفاعل. بس الموضع الموضع يأتيكما آخر الكلمة. سألهم تكونت. جميل. ألسنتهم على السين والتاء آخر الكلمة. رائعة. لقسم على القاف على صيغة مفاعل. نعم الموضع. شارك في تكوين التاء بحرف معا. ما شاء الله. خمسة على الخاء والسين. خمو. على الايه؟ على الخاء وعلى خمسة على الخاء وعلى السين على صيغة مفاعل تكونت منه الكلمة. رائعة رائعة رائعة. بارك الله فيك يا أم روضة. شوفوا بكل هدوء شيخا. بكل هدوء أجابت إجابة رائعة ممتازة. أنت نجمة. الفضل الفضل يرجع للمعلمة أم أحمد السيد والمعلمة إيمان زين والمعلمة أم ألاء والمعلمة أمل النساء. ما شاء الله ده أنت بتدركي عند المدربات. جزاك الله خيرا شيخا. انثرنا نجوما لهذه الرائعة المتألقة. طيب العمود الأخير تفضلي يا أم منير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا أم منير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا. وأذنت على النبر على الهمزة باللون البرتقالي، صيغة مفعل. نعم أحسنت. حرمهما رمهما، تتابع أربع حركات فساكن آخر الكلمة على صيغة مفعل، والنبر على الراء والهاء وتلون باللون البرتقالي. جميل. كأحد، تتابع أربع حركات فساكن، شارك في تكوين تتابع حرف معنا، والنبر على حركة الهمزة وعلى حركة الفاء من الصيغة على صيغة مفعل. حمئة، تتابع أربع حركات فساكن، تكونت منه الكلمة، والنبر على حركة الحاء وعلى حركة الهمزة على صيغة مفعل. نعم. وهب، تتابع أربع حركات، شارك في تكوين تتابع حرف معنا، النبر على حركة الواو على صيغة مفعل. رائعة رائعة رائعة، ما شاء الله، متمكنة جدا جدا جدا، انثرنا نجوما لهذه الرائعة المتألقة. بارك الله فيك يا أم منير وأحسن إليك، ما شاء الله. طيب، ستعرض أمامنا الآن شريحة فيها بعض الآيات، نريد أن نحدد مواضع صيغتي مفعل ومفعل في هذه الشريحة. إذن من تعرف فقط ترفع يدها والباقيات ينزلن اليد. طيب، أقول لكم شيئا آخر لنسهل عليكم، كل من قرأت ومن أجابت وأصبحت نجمة تنزل يدها. يلا، كل من قرأت وأصبحت نجمة اليوم تنزل يدها. أيوة كده، لنعطي فرصة لمن لم نختارها. أنا يعني إلى حد ما أحفظ من يعني ناديت عليهن، لكن لتكون الأسماء مرتبة أمامي. سمية، تفضلي يا سمية. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. رحبك يا شيخ. رسولنا تكونت منها الكلمة، تتابع أربع حركات فساكن، تكونت منها الكلمة على صيغة مفاعل بالنبر على حركة السين على حركة الراء واللام من الكلمة وحركة الميم والعين من الصيغة، وتلون حركة الراء واللام باللون البرتقالي. السلام على التحليل الرائع، أحسنت يا سمية وأنت نجمة بهذه فقط، لا نريد منك. بارك الله فيك، انثرنا نجوما لهذه الرائعة المتمكنة والله ما شاء الله. فضلا أشكر المعلمة حفصة والمعلمة زهرة. حاضر، شكر خاص للمعلمة زهرة والمعلمة حفصة. وكذلك المعلمة إحسان، لا أنساها. والمعلمة إحسان، طيب وتحبي وأمنية وأمنية. في واحدة اسمها أمنية وأنا ما أعرفهاش، دي مدربة؟ أم أمنية على ما أظن، أم أمنية يوم الأحد أدخل معها. أم منية، طيب. أم منية، منية عفوا، منية. الله يبارك فيك. إحسان ولأم منية ولمين؟ حفصة والمعلمة زهرة. وزهرة، بارك الله فيك يا سمية. كل ده عشان كلمة، لو كنت جبت الآيات كلها كنت يا راتب. أعزهم كلهم والله، الله يحفظهم. انثرنا نجوما لهذه الرائعة الوفية، بارك الله فيك. مشكور. طيب، نستمع إلى هاجر، تعرفين يا هاجر؟ ها، هاتي كلمة أخرى. نكرهم. نعم، أحسنت. سجل اسمع شيخي؟ نعم، رائعة يا هاجر. هنا تتابع أربع حركات فساكن، تكونت منه الكلمة على صيغة مفاعل بالنبر على حركة الميم. حركة إيه؟ مفاعل، فاعل. مفعل. لا غلط. بالنبر. هات الصيغة اللي صح. اللي هي تكونت، يبقى أول صيغة فاعل. أيوة. مفعل. أحسنتي. يبقى النبر على حركة
النون من النون والراء من الكلمة، والميم والعين من الصيغة، وتلون حركة النون والراء باللون البرتقالي. نعم ما شاء الله، رائعة يا وامرأته. نعم كمان لو حضرتك كده خلاص مش مشكلة. يلا بس لو غلطت فيها مش هتكوني نجمة، لما نشوف لازم تقصد الموضع وكل شيء. إن شاء الله إن شاء الله. وامرأته، رأته، هنا تتابع ثلاث أربع حركات فساكن، آخر الكلمة على صيغة مفاعل، تمام؟ نعم. بالنبري على حركة الراء والتاء من الكلمة، والميم والعين من الصيغة، وتلون حركة الراء والتاء باللون البرتقالي، ونقول رأته وليست رأته وليست رأته رأته وليست رأته. انت جبتي واحدة مكان واحدة بس، صحيح، ممتازة، رائعة يا هاجر. انثرنا نجوما لهاجر، ما شاء الله، هي دائما أيضا تخرج على المايك، لابد أن تصبح نجمة ما شاء الله. جزاك الله خيرا أستاذي، وجزاك الله كل الخير. طيب اتفضلي، فتحت لك المايك. الأستاذة إسراء. أيوة. والأستاذة أم حمزة، والأستاذة غادة أحمد، والأستاذة حنان، جزاهم الله خيرا. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وفيهن يا رب. آمين يا رب العالمين، وفيكم بارك فيك. طيب بقيت كلمة، نستمع إلى أم سلمة. تفضلي يا أم سلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحياك أهلا ومرحبا بك. ها أين الكلمة؟ الله يحييك شيخنا. تضحكت، تضحكت، أربع حركات فالسكون، شارك في تكوين تتابع حرف معنى، صيغة مفاعل، تضحكت وليست مفاعل، فضحكت وليست مفاعل، فضحكت وليست مفاعل، فضحكت. الخطأ الأول إيه؟ النبر على حركة الضاد. لا الخطأ، الخطأ، الخطأ الأول هو نعم نعم، فضحكت. لا لا انت كده فضحكت مفاعل، فضحكت على الفاء وعلى الحاء هكذا، فضحكت، فضحكت، نعم فضحكت. بارك الله فيك يا ام سلمى. ام سلمى ايضا نجمه من نجمات هذا، وفيكم بارك الله، احسن الله اليك. طيب جزاكم الله كل خير. الله كل الخير. أنا حاولت قدر المستطاع يا جماعة يعني إيه أختار حتى يعني نكثر النجمات، فيعني إيه من لم يأتي عليها الدور فلتسامحني. حل الواجب السادس، نأتي إلى حل الواجب السادس. هذا هو الحل الايه النموذجي. نذهب الى الواجب السابع. الواجب السابع تحديد مواضع النبري في سورة القمر. طبعا ستحددين فعل وفعل 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 ومفعل وايه مفعل. نذهب الى أميرة اللقاء. أميرة اللقاء اليوم سيكون لها شأن آخر. أميرة اللقاء اليوم سيكون لها أسبوعان.
يعني هي نجمة لهذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، لكي يعني أولا يعني ستدخل وتسبق النجمات، ثانيا سيكون لها أسبوعان. أميرة اللقاء دينا. نجمات اللقاء هداية، نوال، حفصة لورا، ميسة موسى، توتة، فايزة غمري، أماني خالد، عفراء، أمل الشرقاوي، أم محمود عكاشة، أمامة السيد، نهال، ريناد، سعيد، طيبة العمودي، ألفة، كاميليا، همس، حكيمة، فاتن، أم عمار، أم باسم، أم روضة، أم منير، سمية، هاجر، جمعة، أم سلمى. انثرنا نجوما للنجمات والأميرة. طيب نذهب إلى الواجب. انتظرنا نأتي بالإحصائية الواجب. إجمالي عدد الواجب 194. المرتبة الأولى 145. المرتبة الثانية 19. المرتبة الثالثة 31. وطبعا لابد أن نكرم من سهونا عنهن في اللقاء السابق، وأنا بنفسي من سأقول متميزات في حل الواجب الخامس المرتبة الأولى هيام. شكرا لك يا هيام، ونعتذر لك عن نسيان اسمك في اللقاء السابق. وأسماء محمد المرتبة الأولى، ومريم الرحموني المرتبة الثالثة. مبارك لكم. ونبدأ الآن في قراءة أسماء الواجب. تفضلي يا إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياكم شيخي. الله يبارك، حياك الله يا إسراء. يعني من القدر أن الحاضرات الآن في القاعة 195 لو حذفت نفسي، وإجمالي الواجب 194، يعني تقريبا الحاضرات هن من ينتظرن نتائج الواجب. تفضلي إسراء فرحيهن. الله يبارك في حضرتك يا رب. المرتبة الأولى في حل الواجب السادس منى عبد الحليم، طيبة العمودي، رياض، مدالية، سمية، أم أحمد حسن، فاطمة عبدو، إيمان صادق، تود، محمد، زكي بشير. وفاء منصور، فريدة صالح، المحبة لربها، أم محمود عكاشة، جميلة علي، الحاجة مفيدة، الحاجة مديحة علام، أم القاسم، أم عمر مبيض، وفاء الزين، أمامة السيد، سمر القدومي، فاتن حمادي، أم عمار، منال أحمد، أم نادر، ميساء إلياس، أم يوسف المصري، سعيدة حذيق، فهيمة بهلي، ناهد علي، أم وائل، ألفة ويدات، منال، فيروز، ملك عبد الرحمن، آلاء مطاوع، أم عفراء، فيمري، رباب أحمد محمد. الشريحة التالية: مروة البغدادي، منى رفعت، عزة محسوب، عايدة محمد، خلود الحديدي، رضا محمد السيد، سناء عوض، ماما عفت، دينا شرشر، نرمين بدوي، فاطمة القحطاني، بنان يوسف، كاملة كبرين، عبير موضة، أم أسامة اثنين، سهير عبد اللطيف، أم منير، سمر أم أحمد، نجلاء فتحي، أم سلمة، مجد نصار، أحمد، عفاف عبد الفتاح، روي عبيد، الرحيق فضيلة، حفيظة هبة الله، هداية الغنية بالله، أمل الشقاوي، أم ملاك، ناصر عبيد،
أم عمار الزهرة، أم راشا حسن محمد حسين، هند عبد الفتاح، ماما مديحة، هدى عمر، سهام أم آية، الشيماء، سوزان القربي، فاطمة عبيد، أمة الله، أم مؤمن، أم جهاد، عابرة سبيل أم وائل، وسام نجاح، الشريحة الثالثة، أم أروى، نهال محمد، مريم حسن، ميسة موسى، همس، خديجة اليازغي، حنان سامي، إنعام علي حسن، مها مرتضى، آمنة محمد خليل، إحسان أم سارة، حفصة عبد المجيد، منال منتصار عبد الله، أم محمد عائشة، رحمة عوني، رضا أم يونس، وسام سوايح، خيرية جلولي، مجد السيد، منة الله عماد، أم مصطفى أسوان، أمال سبوح، خديجة سبير أبو النيل، منى زكريا، منى أم حمزة، آمنة الصديق، أم رؤى، حنان عبد العزيز علي، نجوى ذهني، أم أروى، هلاء كشور، سلمى عبيد، رجاء مغراوي، أسماء محمد، ألاء حمدي، هيام محمد، حنان أم أمين، مديحة عزوز، أم باسم، ألفة مرابط، سمية ود. الشريحة الرابعة يا إسراء. نوال. نعم، الشريحة الرابعة للمرتبة الأولى، ليفرحنا بالمرتبة نعم. الأولى أيوة كده. حاضر. الشريحة الرابعة للمرتبة الأولى في حل الواجب السادس، نوال أكلي، محبة الرحمن أمال، إيمان جلال، نزهة سعيد، أم حكيم، أماني علي، دينا محمد، مؤمن. المرتبة الثانية في حل الواجب السادس، ندهيم فقيدي، أم مصطفى أحمد، هي صباح، أم حمزة، زي هو نبهان، أم خليل، إلهام نبيه، مزنجان، أم أيمن، الزين، محمد راضي، أم عمار عوض، وسماح أم يوسف. المرتبة الثالثة في حل الواجب السادس، كلثوم آية، عائشة فرج، أم أما، أسماء مصطفى، محمد كامل، باح فضي، نادية الجهري، سحر الحسيني، إلهام عبد الرحمن، مريم الرحموني، نشوى دروي، طالبة الجنان، نادية يحيى أحمد، سارة أم يوسف، جميلة الجندي، أميرة مصطفى، آمنة عوض الله حسن أحمد، عائشة تقية، أم منتصر، أم واقد، نور عمر، راجية عفر رحيم، جنان أحمد، إناس رؤوف، ريما صالح، أم موسى، أم رفيدة، أماني أم أنس، انتصار محمد، أم جنى، خيرية محمد، رحمة، ابتسام القاضي، وفاطمة علي. مبارك لكن النجاح. هذه آخر شريحة؟ نعم، على الأرجح شيخي. طيب، بارك الله فيك إسراء وأحسن إليك، وجزاك الله كل خير. آمين عليكم شيخ. آمين يرضى إياكم شيخ. طيب، أريد أن أقول لكن قبل أن أترككن، أولا نحن اقتربنا من النهاية، نهاية القواعد ونهاية الدورة، فالقواعد لم يبقى فيها إلا نصف القاعدة الرابعة، والدورة لم يبقى فيها إلا الحديث عن المقطوع والموصول والاستثناءات بإذن الله بعد القاعدة، بعد إنهاء القاعدة الرابعة. شيء آخر، كنت قد وعدت بمفاجأة، وهي كل من رفعت يدها اليوم وقرأت وأخطأت حتى أو لم تقرأ، لم نختارها لكنها كانت رافعة يدها، هي من النجمات.
هي من النجمات، لكن سنرتبهن بطريقة التي رفعت يدها وأجابت وأحسنت في الإجابة هي نجمة من الدرجة الأولى، والتي أخطأت وأخفقت هي نجمة من الدرجة الثانية، والتي رفعت يدها ولم نختارها هي نجمة من الدرجة الثالثة. طيب ما الفرق؟ الأولى مقدمة على الثانية والثانية مقدمة على الثالثة، وهذا أكيد أنتن تفهمن ذلك في ترتيب الأدوار في الحلقات. والأميرة على الجميع. أيضا أنا نسيت أني أثنيت على أمامة ثناء كبيرا، إذن هي ستشارك في الإمارة في القراءة لمدة أسبوعين، تدخل وتقرأ. بارك الله فيكن جميعا وجزاكن كل الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.